طال الليل من تعليل طال الليل من تعليل من تجافي خلي الغالي من تجافي خلي الغالي. أنا ابن الشاعر سالم بن محمد الجمري العميمي، ولد والدي في 25 ديسمبر 1910 في منطقة القرهود اللي هي حاليا نادي الجولف، وكان تضم كثير من العوائل في هذه المنطقة. بدأت الحياة التعليمية لوالدي مع المطوع بن صبحة، ومن ثم الشيخ أحمد بن سوقات رحمة الله عليه، ومن ثم الشيخ الشنقيطي. مارس كثير من الأنشطة، من صيد الأسماك إلى جميع أول الهوايات اللي كانت موجودة في ذاك الوقت، من قنص، من سيارات البر وروحات البر والرحلات اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. وكان يمارس الغوص بشكل مستمر تقريبا إلى فترة تقريبا بداية الأربعينات. في هذا الوقت طبعا انقطع عن الغوص وانتقل إلى المهن الحديثة في ذاك الوقت كالسفر إلى بعض الدول كالهند والعراق وبعض الدول الخليج. في ذاك الوقت سافر إلى البحرين في الثلاثينات تقريبا في سنة 36 أو 35. في بداية الخمسينات انتقل إلى المملكة العربية السعودية والدمام تحديدا، حيث مارس عملية التصوير واستمر فيها لمدة 3 سنوات، وثم رجع إلى دبي وأيضا مارس التصوير في هذا الوقت لمدة 3 سنوات تقريبا، ومن ثم حركة النقل اللي هذه ما بين الإمارات وعمان في ذاك الوقت، وأيضا التحق بدائرة الأراضي كموظف في دائرة الأراضي إلى فترة التقاعد في سنة 84. تسجيلات الشعب، كلمات الشاعر الجمري، لحن وغناء ميحد حمد. اليوم أتكلم عن الراحل الشاعر سالم بن محمد الجمري. طبعا فيما بعد اكتشفت من تلقاء نفسي أن الشاعر يتميز بمهارات كثيرة، يتميز بمفردات لغوية، يتميز بأساليب وتراكيب كانت تميزة عن الشعراء الآخرين، لكن هذا أنا عرفت في مراحل متقدمة في حياتي. بدايتي مع الشاعر سالم بن محمد الجمري كانت علاقة بالنسبة لي أنا قديمة جدا. علي بروغة غنى للجمري أكثر من 150 قصيدة، نحن نقول 150 أغنية، يعني أكثر عن 50% من مجموع القصائد اللي غناها علي بروغة. من أحد معاصري حياة سالم بن محمد الجمري، وهو من أحد ركائز الشعر في دولة الإمارات من الأوائل، فيعتبر في القمة بالنسبة لي. إذا تحدثنا عن شخص له شخصية فذة، رجل لو وقفته ويا 10 رجال ينفند من بينهم، له كاريزما خاصة، ورجل دمث في أخلاقه في أسلوبه في رده، فهذا الإنسان لهيب مش طبيعية بالنسبة لي. أنا ربيت عنده من يوم وأنا صغير، أحيده من استويت لسبب رسوخه في ذهني في كل أحواله في كل أشكاله في كل طبايعه. كان رجل كريم وكان يصلح بين الناس اللي يعرفونه الخاصين به وأقربه منه، حتى لو صار عنده مشكال أيون يحتكمون عنده ويصلح بينهم. تجده أحيانا بحار من الدرجة الأولى، تجده شخص يعيش في البادي من الدرجة الأولى. كان شاعرا في الغزل لا يبارى ولا يجارى، له كثير من المفردات، له كثير من الأساليب، ربما كان مدرسة احتذى بها الكثير من شعراء عصره. يمكن من خلال الاطلاع الواسع عن الشاعر الجمري يمكن أنا أرجع هذا التنوع المعرفي في شعر سالم الجمري إلى رحلات سالم الجمري منذ القدم في حياته. مع علي بروغة كون ثنائي منقطع النظير، ثنائي لا يزال إلى اليوم، الجمري ملتصق بعلي بروغة وعلي بروغة ملتصق مع الجمري. إذا تكلمنا وتحدثنا عن علاقة الوالد رحمة الله عليه بالشعر أو بالقصائد أو بالقصيد أو بالشعراء، لا نستطيع أن نقول أنه هاوي القصيد، إنما هو شاعر
ملم بالشعر بأنواعه، وليست هواية، إنما قد نكون نوع من الموهبة بالدرجة الأولى. شاعر يرحب بجميع الشعراء، لم يكن يتردد عن إرشاد أي شاعر مبتدئ أو حتى مطرب مبتدئ في مجال الفن أو في مجال الغناء، لإيمانه أن القصيد أو الشعر لا يكون حكراً على صاحبه، وإنما هو للانتشار، وقد يكون مثل ما ذكر أكثر مرة أنه ملك المجتمع. المجتمع هو اللي يتحكم في هذه القصيدة، وتكون هو اللي يتداولها، وهو اللي ينقلها عبر الأزمان. من الشخصيات إذا تكلم تحب تسمع كلامه، في عنده شيء جديد، في عنده قصص جميلة قد يقولها لك، الجميع يمكن يهتم فيه. وفي بعض الأحيان إذا زار إلى مكان أو إلى قرية، الجميع يحاول أن يتقرب أو يجلس في هذا المكان حتى يستمع ويستمتع، سواء كان في القصيد أو في القصص أو في المواقف أو في جميع مجالات الحياة. الأغاني اللي غنيت لسالم الجمري، سواء عند بروغة أو ميحد حمد أو المغنيين القدامى، كان أغلب القصائد اللي هو يكتبها هو يلحنها بنفسه، وشلبها نحن نسميها شلة، فلما تضبط معاه في الشلة ويوزنها بالقافية تمام، فصير مضبوطة معاه، فيشلها بالشلة يعطيها من اللي يغني. الغني مجرد أن يدقعود، يعني 90% من أغاني كان هم لحنها. هذه المراحل وهذه التكريمات لم تكن تأتي عن فراغ، إنما أتت عن حضور، عن إثبات بصمة، إثبات هوية. ارتقى بالشعر الإماراتي ارتقاء كبير حتى أصبح أحد أعلام الشعر النبطي في دولة الإمارات، غنوا للكثيرين. لكن مع علي بروغة كون ثنائي منقطع النظير، ثنائي لا يزال إلى اليوم، الجمري ملتصق بعلي بروغة، وعلي بروغة ملتصق مع الجمري. الجمري حياته كانت مرحة وطيبة ورحبة، ما كانت مكتومة وفيها كآبة، كلها فرح في كل أحوالها. فكان لما يذهب للبادية، بنقول نحن صوب المناطق الشرقية مثلا، بنقول مثلا البر، نحن عندنا وين؟ العوير والفلي والذيد والمناطق هذه البرية ولين صوب العين. ذاك الزمان ما كانت في كهرباء ولا شيء، كانت من عقب المغرب يصلون المغرب يفرشون ويجلسون قدام البيوت، فتتجمع النساء والرجال ويعد من الشعر ويغني ويشل من الشلات، وكل الناس تستصيغ له تسمعه شو يقول. يعتبر هو تلفزيون، يعتبر هو راديو، يعتبر كل حاجة بالنسبة لذاك الزمان القديم، فيعني حاجة مبهرة، فكان أيقونة زمانه.